يبدو أن جنوب اليمن يقف أمام مرحلة مفصلية في تاريخه. المجلس الانتقالي يعلق تنفيذ اتفاق الرياض ويتحرك عسكريا في المنطقة. المجلس ساق العديد من المبررات في هذا الإطار وكلها تحمل اتهامات للحكومة الشرعية، فيما تحاول الشرعية أو ما تبقى منها تحميل المجلس الانتقالي المسؤولية وراء هذا التعثر، غير أن الصورة لا تبدو مكتملة بشكل أو بشأن جنوب اليمن إلا بالحديث عن طبيعة التقاطعات الإقليمية والدولية على خط الأزمة اليمنية منذ سنوات. الكثير من المراقبين شككوا منذ البداية بجدية المجلس الانتقالي في تنفيذ الاتفاق، مشيرين إلى رغبته منذ البداية في محاولة الانفصال. الأزمة اليمنية اليوم تشهد فصلا جديدا من فصوله بفصولها، ولعله الأخطر برأي متابعين. مجددا يعود اتفاق الرياض ليشهد تداعيا في تنفيذ بنوده المتفق عليها منذ أقل من عام بين السعودية والإمارات. هذا المشهد جاء بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق مشاركتهم في مشاورات تنفيذ اتفاق تقاسم السلطة مع الحكومة اليمنية. القرار القاطع للمجلس بني على أسباب عدة، من أبرزها اتهام الحكومة اليمنية بانتهاك قرار وقف إطلاق النار، حيث أشار بيان المجلس إلى توثيق أكثر من 350 خرقا عسكريا نفذته الحكومة اليمنية منذ 22 من تموز الماضي، إضافة إلى تحشيد الحكومة اليمنية لقوات عسكرية باتجاه الجنوب يتضمنه عناصر من تنظيمي داعش والقاعدة. الرسالة من جنوب اليمن نقلت مباشرة إلى السعودية، وهذا قد يكون أزعج الحكومة اليمنية. وعلى ذلك اعتبر وزير الإعلام اليمني مختار الربحي خطوة المجلس الانتقالي إساءة للسعودية، وأن القرار جاء استناداً على ضغط إماراتي على المجلس الانتقالي لضمان عدم طي مشروعها في اليمن. اتفاق الرياض ومنذ توقيعه في تشرين الثاني من عام 2019 يعيش حالة من التعثر، خصوصا تحت وطأة خطوات المجلس الانتقالي. فقبيل الإعلان عن تخليه لإقامة إدارة ذاتية جنوبي اليمن، تم الاتفاق مجددا مع الحكومة اليمنية على المضي بتنفيذ اتفاق تقاسم السلطة مع الحكومة. إذن تصدع بين طرفين يسعيان لهدف واحد هو محاربة الحوثيين. هذه الحالة قد تدخلهم في مرحلة متجددة من النزاع، خاصة وأن الطرفين بعيدان كل البعد عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض. إذن للمزيد أرحب بضيفي من الرياض وكيل وزارة الإعلام اليمنية الأستاذ نجيب غلاب. أستاذ نجيب أهلا بك. اتهامات كثيرة ومبررات أكثر ساقها المجلس الانتقالي عندما قرر تعليق تنفيذ اتفاق الرياض، كيف تردون على كل هذه الاتهامات التي توجه إلى الشرعية مباشرة؟ أولا في تصحيح بسيط ورد تفضل. في تقريركم وهو أنه ذكر مختار الرحبي باعتباره وزير إعلام الشرعية، وهذا غير صحيح. مختار الرحبي صحيح أنه كان داخل الشرعية، لكن اليوم هو من إحدى أهم المرتكزات الإعلامية الممولة قطريا، ويدير غانا اسمها المهرية، وهي تشتغل ضد التحالف والشرعية، وهذا ما ورد في التقرير. أنا هذا ما يبدو يعني هذا يبدو من ضمن خلافات الشرعية هذا الأمر أستاذ نجيب. لا هذا مش خلافات في الشرعية، هذا ورد باعتباره وزير إعلام. هو يسوق نفسه. دعنا نتجاوز هذه النقطة. للاتهامات الموجهة إليكم من المجلس الانتقالي والمبررات من تردي خدمات، من تصعيد عسكري في أبيان، وأنتم يعني كما يقولون الشعب اليمني جائع على شفير المجاعة، وأنتم تقتلون كحكومة شرعية الفنادق في الخارج. يعني صحيح الشرعية تواجه كثير من المشاكل سواء على مستوى الميدان وحتى على يعني التناقضات الموجودة داخل بنيتها، لكن نحن نسير اليوم في اتجاه تجاوزها، وما يهم في مسألة التجاوز هو كيف نكون نحن والانتقالي مسار واحد من أجل مواجهة المخاطر التي تواجه اليمنيين بلا استثناء سواء في صنعاء أو في عدن، أو تواجه الأمن القومي العربي. وبالتالي
هذا الخلل يعني سعى اتفاق الرياض وبشكل جاد ومساعي حثيثة لكي يتجاوز كافة الإشكاليات ويعيد تركيبة الشرعية ويعيد خلقها بما يمكن الجميع أن يكونوا صفا واحد، بما يعني يمكن بما يعيد صناعة الشرعية. لكن هذا لا يتحقق أستاذ نجيب، يعني هذا لا يتحقق. ولم تجبني على سؤال الاتهامات من قبل المجلس الانتقال لقوات محسوبة على الحكومة اليمنية قابت بتصعيد في عدن ضد المجلس الانتقالي، لم تجبني حتى الآن. نعم أنا أقول لك أنه هناك طابور خامس، يعني وهناك قوة مصالح وهناك أيضا أمراء حرب. نحن لا نقول أنها هي الشرعية، وإنما هناك اختراقات تحاول أن تفشل اتفاق الرياض، ليس فقط داخل الشرعية حتى داخل المجلس الانتقالي. والتحالف العربي بقيادة السعودية وبجهود إماراتية يسعون باتجاه تجاوز هذه المشاكل ومواجهة هذا الطابور، وهو طابور فاعل ويرفع شعارات أما باسم الشرعية أو باسم الانفصال، وجميعهم يسيروا طيب باتجاه إفشال هذا المشروع. وبالأخير هؤلاء لا يخدمون أنفسهم. لكن هذا الطابور الخامس يبدو أنه لديه القدرة على التعطيل. سأعود إلى هذا الطابور بعد قليل لأرحب بضيف الآن من القاهرة المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا عبد الكريم الأنسي. أستاذ عبد الكريم أهلا بك. هناك ربما طابور خامس وهناك معرقلين من كلا الطرفين، لماذا لم يكن متاحا أن يتم حسم الخلافات ما بين الانتقال والشرعية عبر الحوار، أو أن يتدخل الراعي السعودي ليوفق بين وجهتي نظر المتعارضتين حتى الآن؟ مساء الخير عليك. أهلا بك طارق وعلى ضيفك العزيز ومشاهدين قناة المملكة الأحب لنا كيمنيين. دعني أبدأ من حيث ما انتهى الدكتور نجيب، أنه الطابور الخامس. الطابور الخامس هذا الذي تحدث عنه الدكتور نجيب هو أنشئ برعاية رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية، وهذا شيء واضح أنهم تركوا كل مفاصل الدولة للأخوان يتسلطوا عليها ويلعبون بكافة الأوراق ويخلطون كافة أنت الأوراق. أنت تقصد التجمع اليمني للإصلاح؟ نعم الإخوان المسلمين بشكل واضح، هم جناح للإخوان في اليمن بمسمى الإصلاح، وهؤلاء هم من قاموا بإقصاء كافة الأحزاب والمكونات، قاموا بالسيطرة، قاموا بفرض الرغبات المطروحة على مكتب رئيس الجمهورية كقرارات وتعيين واشتراطات. وهؤلاء الإخوان المسلمون نعلم جميعا أنهم في المراوغات أو المفاوضات أو السياسة كاليهود، بحيث أنهم يتركون القضية الأساسية ويضيعونها بالتفاصيل. أنت سألته يعني أنا أتمنى لا أنا أعقد مقارنات يعني بنصف بهذا بذاك، أرجوك أستاذ عبد الكريم، يعني أنا أشبه في التفاصيل الاتفاقات. هم طائف في نهاية المطاف من المجتمع اليمني ويدخلون بالتفاصيل. نعم أنا لا أعترف بيمني يحل دم آخر أو قتل أو إقصاء أو استفراد. ما يحدث الآن، ما نشهده الآن أبيا من اقتتال وسيارات الإسعاف تتنافر الآن نتيجة تراكمية جدا لأشياء كثيرة جدا. أنا أحدثك يا سيدي عن أسوأ مكان في العالم للأطفال، أحدثك عن أسوأ البلدان في العالم للنساء، أحدثك عن جميعكم مسؤولون حول ذلك. أليس جميع اليمنيين مسؤولين عن هذا الوضع؟ تحدث عن المجلس الانتقالي، عن الشرعية، الحوثي من الطرف الآخر. يعني تشتكي الانتقالي يشتكي ويقول هناك سوء خدمات، أين ذهبت الإدارة الذاتية؟ أين ذهبت المليارات من البنك الأهلي والأموال التي لم تعود إلى البنك المركزي؟ لماذا لا تصرف تلك الأموال على اليمنيين إذا كنتم تشكون الجوع وهناك خوف على مستقبل الأجيال بأكملها؟ نعم يا سيدي، نحن نعلم جميعا أن بالدرجة الأولى المسؤول عن هذا كامل هو رئاسة الجمهورية الذي تركت هذا الفراغ طيلة 6 سنوات. أنت تتكلم عن رئيس جمهورية وصفته مجلة دير فيرتيج بأنه أسوأ رئيس جمهورية. هذا الفراغ الذي ترك من الرئاسة إلى الحكومة إلى كافة المهام الذي كان يجب أن تقوم بها الدولة، هي من أتت بهذا الفراغات، هي من تركت هذا تدهور الوضع الخدمي، تدهور يعني
أنت يعني بالبارحة أو قبل البارحة رئيس الوزراء الذي كان يعتبر بفترة يعني من أسوأ فترات، لم نجد منه اعتراض ولا احتجاج عن كافة الفساد الذي تتكلم عنه، يعني يصرح بأن وزير خارجيته عين قريبا ويريد أن يشكل حكومة لم تتح له الفرصة. أريد أن أسألك سؤالا أستاذ عبد الكريم، يعني إذا كان موضوع انفصال إعلان الاستقلال هدف استراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي، لماذا تدخلون في مفاوضات ومع الشرعية إذا كان هذا الأمر، أم أن الاتفاق مع الشرعية بمثابة جسر عبور إلى الاستقلال في نهاية المطاف؟ أقول لك، تخلى المجلس الانتقالي عن حكم الإدارة الذاتية كذا مرة رغبة منه بالحفاظ على الغرض منه توفير حياة كريمة للمواطن والتفاهمات، وتم الاتفاق وجاء اتفاق الرياض واحد وجاء اتفاق رياض اثنين وجاء اتفاق، وبالأخير يقوم رئيس الجمهورية يأخذ نفسه ويذهب إلى العلاج، ومعنى أنه ذهب إلى العلاج أن يجمد كل شيء. تم وضح الأسباب من المجلس الانتقالي عن أسباب تعليق المفاوضات. واحد، التحشيد الذي كان يتم ليل نهار. قلت لك يا سيدي، هؤلاء الأخوان الذي رفض أن أشبههم بطريقة مفاوضات اليهود الذي لا يتركون القضية الأساسية ويذهبون إلى التفاصيل، هم من كان في سبب هذه التأجيلات كلها. طيب خلاص، أنت حددت الأسباب وحددت الجهة المسؤولة. أستاذ نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، إذن ليس ثمة هناك طابور خامس، التهم توجه بشكل مباشر إلى التجمع اليمني للإصلاح باعتباره المسؤول عن التعطيل، أو ربما تعتقد ربما هناك ضغوط تمارس على المجلس الانتقالي كي لا يمضي قدما في هذا الاتفاق؟ يعني وهو ليست القصة بهذا الشكل، يعني هناك قوة مصالح وقوة فساد، وهناك خوف يعني وعلى مسألة كيف سيكون المستقبل، لكن الجميع متفق اليوم على كيفية تنفيذ اتفاق الرياض باعتباره هو المدخل الأساسي ليس فقط لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة ولإعادة بناء الشرعية، وإنما من أجل سلام شامل حتى مع الحوثية. وبالتالي كل المعوقات اليوم ضد اتفاق الرياض هي تسير باتجاه يعني نشر الحرب ويعني والفوضى والاضطرابات وعدم الاستجابة لحاجات ومتطلبات الناس. وأنا أعتقد أنه أي معوق اليوم ضد اتفاق الرياض هو أيضا يستهدف أمن المملكة العربية السعودية والأمن القومي العربي ولصالح المشروع الحوثي. وبالتالي صحيح أنه المجلس الانتقالي قد علق يعني فيما يخص مشاورات وتنفيذ اتفاق الرياض، لكن هذا التعليق هو باتجاه يعني باتجاه الضغط لا باتجاه الرفض، وتصريحات قيادات الانتقالي في هذا المسار واضحة جدا. الضغط مقابل ماذا؟ الضغط للحصول على ماذا أستاذ نجيب؟ صحيح هناك صراع فيما يخص مسألة تركيبة القوة أثناء تنفيذ اتفاق الرياض، سواء على مستوى الحكومة أو على المستوى الأمني والعسكري. هذه مسألة يعني فيها اختلاف يعني من كافة التكوينات، لكن بالأخير اتفاق الرياض واضح في هذا الجانب وحدد من ملامح كيف بالإمكان إعادة بناء الموضوع الأمني والعسكري وأيضا السياسي. مسألة موازين القوة وكيف بالإمكان ترتيبها يعني فيما يخص التحالف وأيضا الشرعية، هم يسيروا باتجاه يعني تثبيت أركان الدولة وسلطاتها باعتبارها هذا المسار الصحيح. هناك أطراف داخل الانتقالي ربما يخافوا من هذا الجانب لأنه عندهم مشروع يعني فيما يخص الانفصال. الحديث عن الانفصال اليوم هو غير مجدي نهائيا، والحديث عنه وكأنه تكامل مع الحوثية، وبالتالي الانتقالي يفهم هذه المسألة. وهناك من يريد أن يدفع بالانتقالي بهذا الاتجاه، وأنا أعتقد أنه اتجاه غير صحيح ولا يمكن قبوله من الأطراف الأكثر عقلانية، لا داخل الشرعية ولا داخل الانتقالي ولا حتى داخل التحالف. وبالتالي يعني هذه المشاكل التي تحدث هي نتيجة صراع على القوة، وبالأخير بالإمكان توزيعها وفق مسارات واضحة وصحيحة. لكن بالأخير أنا أقول لك أنه الخطر الوحيد الذي يهدد هذا الاتفاق هو الطابور الخامس أيا كان شكله أو نوعه، ومش فقط التجمع اليمني للإصلاح بكافة اتجاهاتها الرسمية يتحدث بشكل واضح أنه مع هذا الاتفاق،
لكن لدينا جناح قطري خطير جدا، وهذا الجناح القطري هو متقلقل داخل الإصلاح ويؤثر على قراراته على الأقل على مستوى القواعد الشعبية وحتى على مستوى المقاتلين في الميدان، وهذا الأمر يعني بحاجة إلى تصحيح كبير. أيضا الانتقالي نتيجة المشروع اللي يحمله وهو فكرة الانفصال، هنا القوة متطرفة داخلة ليست مستوعبة لا طبيعة المعركة على مستوى الجنوب ولا على مستوى الشمال ولا على المستوى الذي يهدد الأمن القومي العربي، لكن بالأخير القيادات المحورية يعني داخل الشرعية وداخل وفي التحالف وأيضا داخل الانتقالي، أنا أعتقد أنهم يسيروا بالاتجاه الصحيح أيا كانت الأوراق اللي يلعبوا بها حتى يتم تنفيذ هذا الاتفاق وبالطريقة الصحيحة التي تخدم الجميع وتحقق أهداف المعركة. طيب أستاذ عبد الكريم الأنسي من القاهرة، اليوم بعد هذا التعليق وإبلاغ المملكة العربية السعودية بموقف الانتقالي، ماذا تتوقعون من الرياض وما هي الخطوة التالية؟ سيكون تعليق طويل مؤقت أم ماذا؟ الأخوة في المملكة العربية السعودية وبالأخص نائب وزير الدفاع ونائب ولي العهد يتفهمون تماما، بالذات بالفترة الأخيرة ثبت لهم، يمكن كانت الإمارات أسبق باكتشاف الجناح القطري الإخواني القطري التركي الذي كان يلعب لعبة مزدوجة عليهم أعتقد، وهذا سيثبت للمملكة أن عليها أن تتخذ إجراءات ضغط أكثر بجدية الشرعية التي ليست شرعية ومترهلة ومتناثرة، ووصل فسادها حتى قلت لك من كافة القنوات والتقارير العالمية بأنها أسوأ فرد. المواطن العادي لا يعرف طابور خامس ولا يفهم هذه المساومات السياسية. المواطن البسيط يعني احنا مرينا بظروف كورونا، مرينا بظروف سيول، مرينا بظروف مجاعة، مرينا بظروف حرب، لم نلمس أي مستوى مسؤولية أو اهتمام. كل ما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي صرف مئات الملايين من الدولارات التي لا نعلم أين تذهب. يعني مجلس الغذاء مارك لوكوك يطالب ب 600 مليون لمدة 3 أشهر إغاثة لليمنيين. طيب أنا كنت سألتك في بداية حديثي معك عن المليارات التي استولى عليها الانتقال بالبنك الأهلي، والمليارات والأموال الأخرى التي لم يعدها إلى البنك المركزي، أين ذهبت هذه الأموال؟ لماذا لم تصرف على في ظل ظروف اليمن الحالية، حيث إنسانيا وصحيا ينزف اليمن بشدة وعلى حافة المجاعة؟ إذا أتينا لحكاية البنك المركزي، هذا تم التوضيح فيها وفي حينه من قبل المجلس الانتقالي، وكانت القوات الدفاع موجودة في لدى البنك. نحن إذا تحدثنا بشكل عام عن الأموال، دعنا نفتح هذا الملف بالكامل، والدكتور نجيب يعلم تماما أن هناك تصرف يوميا ملايين الدولارات من خزينة الدولة، سواء كانت وزارة الدفاع أو نائب رئيس الجمهورية الذي يشرف على شراء دجاجة. من أين يشترون الدجاج؟ من أين يعالجون؟ من أين الجرحى؟ أشياء كثيرة نتحدث عنها. ما كان في البنك المركزي كان خطأ ناتج عن تفاصيل كثيرة حملتها الحكومة والمتواجدة في عدن. طيب ما بعد التعليق، الخطوة التالية اليوم ستنتظرنا، ماذا ستفعل الرياض؟ الرياض أنا أتوقع ضغط أكثر، قراءة الموقف والمشهد عن قرب أكثر مؤخرا، تحييد الأطراف الذي تتلاعب بالطرفين، جدية يعني أن يغادر رئيس جمهورية بهذه الظروف لظروف علاجية، يعني تجميد كل شيء. طيب هذا واضح. أريد إجابة موجزة أعذرني على المقاطعة لأن الوقت يدركنا، الانتقال يتعرض لضغوط إماراتية كما قيل؟ المجلس الانتقالي قلت لك تخلى عن حكم الإدارة الذاتية كذا مرة رغبة بالوصول إلى حل كذا مرة، يعني إذن هناك ضغوط أم لا ضغوط دكتور؟ توجد ضغوط داخلية وضغوط كذلك من قبل مجلس التحالف العربي لمصلحة للخروج من هذه الأزمة. الإمارات والسعودية ترحب بالوصول إلى حل.
أنا أشكرك. لا يوجد هناك خلاف ما بين الإمارات والسعودية مطلقا يا سيدي فيما يخص مصلحة الملف اليمني. شكرا لك عبد الكريم الأنسي المدير التنفيذي لمنظمة اليمن. أولا كنت معي من القاهرة، أشكر ضيفي من الرياض نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، شكرا لكما.